السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتمنى تكونوا بخير صحه وعافيه والكرم. السلام عليك يا الخير يا اهل الكرم، نورني ومشرفني على قناه زابيس تي في. الفيديو ده بكل بساطه هيكون عن جي تي اي في النهارده. ضحكنا وهيسنا ضحك غير طبيعي وتهييس غير طبيعي، كل ده بسبب اللايك. يلا بينا نتفرج جيب لي مع بعض. ما تنسيش بقى احلى واكرم لايك من عندك لو انت ضحكت وابتسمت. اقول لك يا اسطى، ايه الموز اللي على ام الجلد يا اسطى؟ اني موزه فيه، اني موزه فيه. اه يا اسطى انا بحسدك على كل الموز. يا اسطى ده في موز يا لهوي، ده انت عايزك بالموز. انا كل كده لما باجي افتح ام الجلد يعني ما بيطلعوش ليش غير الرجاله بتاعتهم بس. عليا الطلع انا مره فتحت ام الجلد لقيت يعني مؤاخذه، انا واحد بيضرب. لقيت واحد ثانيه، انت لقيت واحد؟ انا كتير كل ما باجي بفتح والمشكله ما بيعملوش نيكست. ده عايز اقول كده، انت عارف انا حصلت معايا موقف، يعني كنت عملت كده حوار، بس طبعا انا ما يعني ايه الحوار طبعا ضرب معايا شمال فما قدرتش طبعا، ما قلت خلاص نفض. كنت دخلت حطيت كاميرا بتاعت واحده بنت، بس مش واحده مش سيكسي يعني، حطيتها بس على ناحيه شفايفها كده بحيث ان ايه ما تكونش باينه زي البنت اللي انا كنت بكلمها في الاول، وقلت لها وريني عينيكي. يا لهوي عليا وعلى سنيني، كل ما واحد يشوفني يقول لي استنى 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 استنى، وبعد كده اروح قالع استنى استنى. طب يا ابني طب نتكلم، طب نقول اي حاجه، طب اتعرف عليا نتعرف على بعض، اديني فرصه اشتغلك. لا هو اول ما يشوفني يروح قالع. بس انت مش فاهم، بس انت مش فاهم، انت لما بتيجي مثلا لو دخلت مثلا على اي موقع كده. بص انا اشرح لكم اللي بقى العربيات اللي بلونها اسم العربيات اللي بلونها اسود دي، احنا المفروض هنجري عند النقطه الحمراء. النقطه الحمراء دي هي عباره عن عربيه تقيله، ماشي؟ العربيه انا بحميك. شكرا يا صابر حبيبي، معلش. يلا يلا يلا، العربيه الحمراء دي احنا المفروض ان احنا نحاول نوقفها. ولو بطئناها العربية المفروض هتنفجر. هيكون معاها عربيات تقريبا، بص زي ما انتم شايفين هيكون معاها عربية او عربيتين لونهم ابيض. العربية او العربيتين لونهم ابيض دول المفروض بيحموها، ماشي؟ اللي هو بيحاول يزنقوا علينا عشان هي بس هم طبعا احنا مش، بص احنا كده نروح ملبسينهم. احش الدس اللي دخلت عليا والله دي. ايوه هو ده المفروض، هو ده احنا المفروض. الله يسلمك. يلا يلا على طول على طول يا احنا كده زي الفل. كم 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 بص اهم حاجه، اهم حاجه مش مهم، هم اهم حاجه انك توقع العربيه. بص كده ماشي العربيه اللي لبسوها اهم حاجه تلبسوها. لا لبسها، لبس العربيه. وسع انا داخل قدامي انت، ما انت بتعمل ايه يا ميشا؟ بص بص كده اهو كده اهو كده اهو بص ايوه كده ايوه كده. حلو يا صابر، حلو يا صابر. انا هجيبها من قدام بقى، من قدام هجيبها من قدام وانا هجيبها من ورا. يلا يلا اهم حاجه تقف قدام العربيه. بص بص يلا بص بص كده كده. ما هو لا لا ما هو ايه اللي وقف ده يا عم؟ ايه مش بتكلم على العربيه، وات ذا فك. وات ايوه كده ايوه ايوه كده ايوه كده. الله يكرمك يا ابني ومضاف. ايوه ايوه بس كده تمام، عاش. شوف 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 تيجي عند تيجي قدام العربيه يا مش العربيه من عربيتي يا معلم، بس بتسرع من عربيتهم يا اسطى. يا ابني افهم يا بدود الكلب. افهم افهم افهم، العربيه لازم تكون بطيئه، العربيه لازم تكون بطيئه غصب عنك. هي لازم عربيه بطيئه، واحنا المفروض اللي بنحاول نبطئها اكتر كمان. هي اصلا مش جايباكوا يعني، هي مش جايباكوا جدعان. انت شفتوا فيلم سبيده؟ فاهم الحوار ده اللي هو قنبله محطوطه في العربيه والعربيه المفروض تمشي على سرعه اكبر من 100. ايوه ايوه ايوه، واحنا دلوقتي المفروض هندافع على العربيه البيضه. انت انت مين ايهاب؟ انت اللي ميزو ميزو ميزو. بص يا ميزو ماشي، اهم اوعى بص تاخد تاخد الحواديات عن واسعه، ماشي؟ وانا هحاول اديك دفعه من ورا عشان اسرعك. بس يا صابر عادي عادي، مبقاش مخك مبقاش مخك وسخ، مبقاش مخك اعمل كده معايا يا ميزو. عامل نصين بس ده عيب. طب صورها يا جدعان ولا مش هتصورها؟ مش هشتم ولا ايه؟ لا 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 احنا بنصور فبلاش لو سمحت تشتم. اول ما يكون في حوادي، اول ما يكون في حوادي قول لي عشان ما اخبطكش، ما ما بطئ يعني ما تلبسش. لا 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 وسع على بس داخل. يلا وسع يلا، انت فين يا ميشو هنوم؟
جاي. صبر وقفهم، صبر وقفهم لي بس وقفهم يا عم. عيب يا عم والله، حد يفهم غلط. ايه اللي وقفهم لي دي؟ مش دول، مش دول. انا قصدي على الناس اللي بتلعب. اوعى اوعى يخرب بيتك. لابس لابس ريش انت جاي. الله يحفظك، مبروك. يخرب بيتك، بتاعتك كسر، افتكرتك كسر. تكسر ايه يا عم الحاج؟ الحمد لله الحمد لله يا عم. انت ما عملتش حاجه اصلا. الحمد لله. ابو سامي الجن ما بتكلمش على حد ابو سامي. يا ابني انا ما عملتش حاجه، انا وصلت له لقيته لبس في الحيطه في العمود الرئيسي. افتكرت هيتكسر، افتكرت هيتكسر. مش انت احنا دلوقتي بالعربيه السوداء، احنا دلوقتي بالعربيه السوداء، نروح نوقف العربيه البيضاء. قشطه. يا ابو سامي يا متخلف، انت عندك فيه زفت. المشكله ان سامي اصلا داخل يشتم من الناس، سواء كسب او خسر. هو ده مش قادر افهمه. ايه مش حاطط عليه ميشو؟ ادي الاونطه دي السياره، ادي الاونطه. يلا يلا بص، احنا مالناش دعوه بالعربيه الصغيره، العربيه الصغيره دي سيس. احنا هنغير في المقدوره الكبيره. عدي عدي يا ميشو. ايه ده ايه ده؟ اللعبه العربيه بتعمل تليبورت ولا انا اللي بحلم؟ مش عارف مش عارف. هو انا اللي بحلم. البس يا اسطى، البس يا اسطى، البس يا اسطى، البس يا اسطى، البس يا ابني. ده عدي بقى يا بنت. البس يا اسطى، البس يا اسطى. في بنت العربيه يا محمد رمزي. هتقف كده، روح تلبس ده ميش. طير طير. وانا اصلا مش شايف العربيه. هو بالعرض، هو بالعرض. اقف صبر. صح انت كده صح. ايه ده؟ هي راحت فين يا زوز؟ العربية بتروح فين يا زوز؟ العربية بتعمل تليبورت. روح حميش روح. لا ده في بيت يا حبيبي. تقلب يا عم، مش بطعني. تقلب يا عم، زقك من دي. ربنا يوعدك يا ربنا ما يوعدك يا صابرين سميث فيس. رب ده دلوقتي بتنطط هيموت. اه والله. اختفى مع ايه ده؟ شوف العربية اختفت ازاي. العربية اختفت، راحت فين؟ رجع تاني، رجع تاني. روح يا ميش روح. انا لسه وراكم. انا مش شايف امك. احيدة فرامنا يا جدعان. انا مش عارف يا عم، العربية بتعدي من قدامي 3 مرات. العربية والله تحس ان دي بلاس 2. لا تحس ان العربية بتعمل ريميكس. هو دي بلاس 2 يا ميش؟ انت قدام ولا ورا؟ صباحك لسه. انت فين؟ ايوه طب انت فين؟ انت فين؟ والله العظيم ما عارف انت فين. طب انت سبقت ولا ورا ولا انت فين؟ انت فين؟ مش شايفك يا دي روم. ده لابس في الحيطه. هو انا لسه عندي شين ولا انا يا جماعه؟ الواد والله ما عارف ماشي منين ولا جاي منين. صبري يا جماعه، حد يوقف الواد، بس انا مش شايفه اصلا. هو مش متعلق لف صباح امك اللي مش عادي ده. الواد بيتمد. انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ مش شايفينك. ايه ده؟ انا مكاش كل امك. كابيت فوقت. ايه يا عم انت؟ انت ايه؟ ايه يا ابني النجاسة اللي انت فيها دي؟ ما مش فاهم انا. طب بقول لك ايه حمزة، انا بقول معانا اصلا. اه العربية بتاعت انفجر. يا رب يا رب يا رب، العربية انفجرت اخيرا. وقف. بقول لك صبري ميشو. طبري انت راشي العربية، ايه يا عم انت دهينا فيزلين؟ انا مش فاهم. العربية بتعمل موسيقى وخلاص. ايوه كده، اخيرا اخيرا اخيرا. يا لهوي عليا وعلى سنيني. ايه ده؟ انا مش فاهم ده. ايه ده؟ ازاي يا ابني؟ طب بقالنا سنتين عمالين بنشخرم فيه، مش عايز اتشخرم. فابريتوس ربنا موعد بالبي بي اس. فابريتوس سيب العواد ده جهاز الحيوان. الو تيجي بيضا بعد اذنك، سيبوا ام الواد في حاله عشان الواد عمال يعدي من قدامي ويرجع تاني. يا لهوي. هو انت عارفين سواقتي بقى؟ لا لا لا، انا اطمنت، انا اطمنت، لان مش هتعمل ريميكس زي الواد النكس من شويه عمال يعمل. لا لا صبري صبري صبري، انا كده اخد سلام من قبل ما العب، ما حدش يعرف سواقتي. ليه؟ معلش انت مش شفتش الفيديوهات يا صبري؟ لا 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 شفتها، بس يعني عادي احنا ممكن نزقه نبقى معاه كده. نزقه يلا، ادي زوبا زق. يلا هب يلا. عايش عايش. العربيه حلوه يا جماعه. انت عمال تكسر فيا ليه؟ لا احنا بنزقك من ورا. بنزقك. يلا خش. يخرب بيتك. خش خش، مش مشكله. لا انا بحوده. بتحميه مين يا ابني؟ انت كنت هتخليه خايش. بحوده بحوده. بتحوده انت كنت بتحوله. يلا 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 اهي. اه العربية ما فيهاش نيتروس. نيتروس؟ لا والله. عربية ايس كريم فيها نيتروس. عربية ايس كريم ولا عربية تاكل لك فيها نيتروس؟ هو بيقول يلا يا ايهاب، هعمل انا ايه؟ يلا يا ايهاب، يلا يا ايهاب.
شد اهاب شد شد. بقول لك ايه، انا هنزل اقفش اللي ورا دول. يا عم انتوا بتخبطوا في بعض انتوا كمان والله بتهرجوا. فاهم اي خدمه زودياك، اي خدمه زودياك. لا هو كله ديت الفيلم الفيديو ده، الفيديو كله هيبقى ديت. انا مش عارف، انا عايزك تدتت للاخر يا اسطى. يا اسطى طب احنا يا اسطى مشوا فين يا ولا مشوا اللاب فين؟ اوعى حلو يا صابر، عاش يا صابر، مش مشكله يا صابر. بنحاول نزلنا عليه، بنحاول نزلنا عليه، بس انت اجري اجري، انت مالكش دعوه ايهاب، انت كمل، ما توقفش، ما توقفش. خد يا جنب، بص انا عجبولك، ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش. بص حلو، خضيته، شفت خضيته ده؟ بالعافيه شوف. تلاش ما تلاش، تلاش ما تلاش ما تلاش، بص بص بص، يلا قلت لك ما تلاش، قلت لك ما تلاش، قلت لك ما تلاش، انا كده ايه كمل. عاش عاش يا عم، ده احنا اتفشخنا وراك. اي خدمة، اي خدمة، اي خدمة. خبريت السنة وبتاع، تعالى قشطة قشطة، جت جت حلو، يلا شجعونا يا جماعة، كمل 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 كمل. موسع وسام داخل، يلا صبري صبري، يمينك يمينك يمينك. اه اهبس يلا عايش. او شيت، تعالى دوب. اهم حاجة، اهم حاجة ما تسيبوش، هات زوجك، هات زوجك، ما تسيبوش ما تسيبوش. اه عشان دخلت فين؟ طب انا خدت السكة غلط. مفيش مشكلة مفيش مشكلة مفيش مشكلة، اهم حاجة فين يا دوب؟ انت فين يا دوب؟ هو انا فين؟ يا جدعان امي، يا عن ام الشجره في الارض. يلا 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 يلا. طب انت شايف انا فين؟ انا شايف، بس مفيش مشكله بقى. طب اعدل، طب انت ممكن ترجع تاني، تعمل نيو تيرن وترجع تاني. اعمل الانترنت بتاعتك يا معلم، ده انا هرد. بص بص هتشوف دلوقتي. اوعى تلبس، بس اوعى تلبس. تعال سرعني، تعال سرعني بسرعه يا رب. اتفرع يا اسطى، فرعش فرعش. طب عايش عايش عايش، كمل 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 كمل، انا جاي لك من وراك اهو. بس حد يلحق، حد يمشي اللي جاي ده. اه ما تقلقش، بص بص الحركه دي، بص الحركه دي، كمل انت بس على طول. كمل كمل يا ايوب، كمل يا ولا كاننا شفنا اي حاجه، لا واحد ولا واحد ولا عدى. ماشي يا نوب، ماشي ماشي. اه كمل كمل كمل. اوعى يا انا مش هسيبك، انا مش هسيبك، انا مستموت. انا مستموت، مش هسيبك تعدي. انا معانا عربيه، ما عادش بقى الفرده معايا. لا 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 خش، مش المعاش فين؟ يلا يلا يلا، بص بص بص، الدفعه دي الدفعه دي، يلا. تسلم يا صبري حبيبي، اوعى بس بس اكمل بس. ايوه اخر حته دي، مسكني 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 مسكني، ولا كان ولا كان. لا لا هو هو هذا بشجع. معلش يا اسطى، معلش حقك عليا، معلش يا اسطى حقك عليا، لازم نكسب. عايش عايش عاش عاش على الاخر. مفيش سانكس، مفيش سانكس. اه صح والله، شفت اهم، مفيش سانكس. ده الراجل يعني بصراحه، ده انا قايم عامل واجب واكتر كمان. خليش حد يلبسك، ودفعات ومن ورا وخش يعني وراك. سانكس انت، سانكس صبري. اي خدمه ثانيه ثانيه صبري، من ورا وهو اللي يقول لك سانكس ازاي؟ انا اللي داخل من ورا. طب ازاي؟ والله عظيم، اقصد يعني اللي بزقه من ورا. ممكن نوصل نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم زي ما احنا اتفقنا. ما تنسيش بقى احلى واكرم لايك من عندك لو انت ضحكت بجد وابتسمت على الفيديو. اسيبكم على خير واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا احلى واغلى الناس. انا سولجر 2106، مش ايه ده؟ مرقمني زي علب التونه، ما ينفعش كده يا رجاله. انا ليا، انا ليا سمعتي في السوق، انا ليا سمعتي في السوق، ما ترقمونيش بالارقام. اسمي صبريتوس او لو صبريتوس، ما ترقمنيش كده عيب بصراحه. مش اسلوب نانجا ده يعني، الناس تمشي تقول لي خد يا سولجر 2-1-0. لا والله العظيم ابويا يزعل، لا ابويا يزعل، يقفش جامد قوي.